السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الزواقة ديالنا. حنا غادي خطوة بخطوة باش كاع الأخوات يستافدوا معنا، وأي أخت شافت هاد الزواقة وبغاتها تلقى ليها المراحل ديالها من الأول حتى الآخر. نتمنى أخواتي دائما أن الفيديوهات يكونوا مفيدين لكم، وما تنسونيش أخواتي ضغطوا على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش معنا في قناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. ونبدأ إن شاء الله. بالنسبة لهذا الشيء أخواتي اللي كاين هنا، راني بديت معكم من الأول. أول فيديو رحنا درنا فيه كيفاش ناخد رشمة غير من التليفون، كيف ما كانت رشمة، كيف هاد رشمة كرشمة أخرى. في الفيديو الثاني وريت لكم هاد السنيسلة كيفاش كنخدموها، وريت لكم كيفاش نطراسيو هاد الجناب، وخدمنا هاد الشكل اللي غادي الوسط. يعني بديتو معكم حتى لهنا، وأنا مشيت من بعد كملتو. في الفيديو اللي وراه خدمت معكم هاد العريشات هادو، هذا اللي كاين هنا وهنا وهذا اللي هنا. خدمت معكم انا غير هذا وهذا، ولكن انا من بعد مشيت كملت هاد الاخرين. يعني ملي كنوري لكم الشكل كنمشي نخدم منه شويه، كيبقى يتعاود نفسه. ملي خدمت معكم هذا كيبقى يتعاود هنا وهنا نفسه. دابا اخواتي بقات هاد البلايصه هادي، غادي نوري لكم ان شاء الله كيفاش نديروا لهادو. نبداو بالنسبه للحرير، راه على جوج شعرات، داكشي علاش تبان الخدمه متقونه وتتبان في الصراحه زوينه. بالنسبه للطريقه كيفاش كنشدو، بلا مرمه شدوا التوب في المخده، ثبتوه بالفنيتات، خليهم منين تدخلوا يدكم بحال هكا، ونبداو الخدمه بسم الله. بالنسبه لهذا الشكل اللي عندنا هنا، هذا الشكل راه هو هذا، غير هنا مع البديه جانا غير هذا الشكل داخل صغير. غنخدمو كيف ما العاده، نجيو لهنا نشدو في هذه السلسله، نهز هذه العوينه ديال الحرير ونخدم السلسله ندورها في هذا الشكل هذا. انا قربت اخواتي باش تبان لكم الخدمه واضحه. هنا اخواتي راه كنبقاو ندورو المخده، انا راني دورت المخده وبدلتها الصراحه، جاتني نازله وبدلتها درت وحده عاليه، داكشي علاش غايبان لكم قطعت الفيديو. صافي ونكملو عادي. هانتوما اخواتي من تنكملو تنجيو هنا وتندخلو الابرة هنا في السنسلة. صافي وكيف ما وريت لكم في الاول، غنقلب التوب صافي، تنخدمو هنا شوية في هاد الخيوطة هادو صافي، ونعقدو هنايا الخيط ونقطعوه. راني وريت لكم اخواتي كيفاش تبتو بحال هاكا الخيط. صافي اخواتي هانتوما راه ساهله الطريقه ديال هاد السلسله، وراني سبق ليا وريت لكم كيفاش تخدموها وكيفاش تخدموها هي متلوقه، وكيفاش تهزوا غير شويه في التوب. ضروري اخواتي الا عجبتكم هاد الزواقه وبغيتوا تطبقوها خاصكم تشوفوا الفيديوهات كاملين ان شاء الله. راه غنحطهم متابعين. نركبوا خيط، نبداو من هنا من هاد البلاصه هادي اللي صغيره، نثبتوا هنايا في السلسله بحال بحال كي شدينا هنا كي شدينا هنا. المهم نبداو من جهه ونجيو نشدو في الجهه الاخرى، و
وبنفس الطريقه اخواتي كيف ما وريت لكم قبل نرجعوا نخدموا واحد العوينه هنايا ونبداو نخدموا. لقينا ان كيبان لينا التوب خاصنا نزيدو عوينه تنزيدوها، لقينا ان ما خاصناش نزيدو صافي ما تنزيدوش. نرجع هنا في هاد العوينه، هنا راه ما زدتش حقاش باقا هاد البلاصه ضيقه، نهز هاد العوينه ونجي لهنا لهاد الجهه الاخرى عاوتاني نشد في هاد السلسله نبدا راجع غندير الزياده من هنا نشد هنا في هاد السلسله هانتوما اخواتي غنبغي نرجع نعاود نشد في السلسله اللي فوقها ملي نبدا راجع ندير الزياده من هنا غير باش كيعمروا لينا هاد الجناب هادو اللي في السلسله ما تجيناش ديك الزياده كتبان لينا ديك العوينه. المهم انا هذه هي الطريقه اللي درت في هاد الثوق كامل. نرجع في هاد العوينات هانتوما نخدم في هاد العوينه ونشد هنا في السلسله ما غنشد في هذه اللي حداها غتجي مزاح ما غنشد في هذه. المهم خاصني نبقى غادي في نفس السطر هانتوما ملي غنبدا راجع هاد البلاصه ضيقت غادي ندخل هاد العوينه هذه غنقصها صافي ونرجع في هاد جوج عوينات نشد هنا في هاد السلسله. الخدمه تمشي على حساب هاد المسافه اللي عندنا هنا ندير الزياده من هنا نخدم في هاد العوينات اللي كانوا الا لقيت بان هاد المسافه صغرت نقص نخدم في هاد العوينه ونشد هنا في السلسله نعاود نرجع. هانتوما شوفوا اخواتي هاد الرانده كتبان اكثر من هاد البلاصه يعني غنقص نخدم هاد الجوينات نقص عوينه في الجهه الاخرى نشد هنا ملي ندرجها غنقص عوينه حتى نشد هنا عاد ملي نبغي نرجع مع السطر نخلي هاد العوينه ونجي لهنا صافي نخلي هاد العوينات على قياس هاد المسافه اللي عندنا نشد هنا ونرجع عادي صافي. هنا اخواتي خدمت هاد شويه ما زدت ما نقصت هنا الا لاحظتوا ولات هاد المسافه تتصغر غادي نقص دابا هانتوما تتولي الرانده اكثر من هذاك الثوب اللي عندنا الوسط نشد هنا في هاد السلسله ملي ندرجها غنقص عوينه ملي كننقصوا هاد العوينه كنحاولوا نجروا هاد الضربه اللي عند هاد الضربه اللي في السلسله باش تجمع لينا صافي. دابا غتبقى عندنا غير عوينه وحده غنبقى نخدم فيها حتى يكمل هاد الشكل كامل صافي. دابا ملي كملنا مبقاش عندنا فين غنضربوا هاد الضربه ديال راندا غادي غير نهز في هاد السلسله بلا ما نضرب الضربه هانتوما غير نشد بحال هكا بحال اللي غنبدا نخيط نهز هاد العوينه نزديها من هنا مع السلسله بحال الخياطه العاديه صافي. تنجمعوا هاد القنيتات اللي كيبقاو صافي بنفس الطريقه اخواتي غندخل البرهنه ننزلها لتحت نثبت الخيط ونقطع ونرجع لكم. بالنسبه اخواتي لهاد الفنيت اللي تنشدو بهم هاد التوب تنثبتوه بهم ما تشدوش من هنا يعني تشدو بالفنيته من الفوق من هنا غيبقى هاد الراس تشد فيه الحرير كل مره يبقى تشد فيه الحرير اش غديروا قلبوا التوب بحال هكا وشدوا من التحت
ويجي هاد الراس ديال الفنيته هاكم غطي بالثوب. صافي اخواتي غادي نكمل معكم هاد الكويله هادي. بالنسبه لهاد الزواقه راني قلت لكم في الاول ان كنحتاجوا لاربعة الالوان، دابا يلا درنا ثلاثه، باقي اللون الرابع. غنجي لهنا اخواتي بنفس الطريقه غنطراسي هاد الشكل هذا، نجي للسلسله صافي وندور مع لاطراس ديال الستيلو كامل. بالنسبه لهاد الكبيله غنخدموها بهاد اللون، يعني غنطراسيها بهاد اللون باش تيجينا كل لون في الزواقه ديالو. صافي غندور السلسله بهاد الشكل هذا، شفتوا اخواتي ملي كتبغيو بحال هكا تهزوا هاد الثوب فهاد السلسله كدفعوا بهاد الصبع اللي لتحت، واخا راه حتى هي كل دق يعني كل مره كنقيسوا بالبره، المهم كتصيبوا كيفاش تهزوا بحال هكا الثوب. اما بالنسبه ملي تتكون المرمه راه تجي صعيبه الصراحه. المهم انا هذه هي الطريقه اللي درت. المهم اخواتي انا غاديه بنفس الطريقه، غير هي كنبقى مره هاكم اللي كنبغي ندور مع شي شكل كندور المخده، يعني دوروا المخده باش تخدموا نتوما مرتاحين. صافي وكملوا عادي. نحاولوا ما امكن ما نزيروش هاد السلسله باش جينا حتى الخدمه مطلوقه وما تكملش. صافي اخواتي هانتوما انا درت بهاد السنيسله على هاد الشكل. دابا ملي كنوصل هنا غادي ندخل البرهنه فهاد السنيسله ونثبت الخيط لتحت كيف ما وريت لكم من قبل، نعقد واحد العقده ونقطع. وبنفس الطريقه اخواتي باش ما نطولش عليكم غادي نطراسي هاد الشكل هذا من هنا، وهاد الشيء اللي غندير هنا غنديرو حتى في الجهه الاخرى. بالنسبه لهاد الشكل اللي عندنا هنا بقاو لينا جوج الوان، هاد الجهه هادي غنديرو فيها اللون ديال الثوب، وهاد الجهه اللي لداخل غنديروها تابعه للون ديال هاد الكبيله. هنا عندكم الاختيار، يا اما ديروا هاد السلسله في هاد اللون ولا في هاد اللون بحال بحال، غير هو اللون اللي درتو هنا ديرو حتى في الجهه الاخرى. المهم اخواتي انا غندير هاد الشيء اللي قلت لكم ونرجع لكم غير باش ما نطولش عليكم. صافي اخواتي هانتوما انا درت هاد السنيسله هنايا، عادي كنشد هنا وكندور مع هاد لاطراس ديال السيلو حتى كنوصل هنا، وكنسالي بالخيط لتحت كنثبتو وكنعقدو ونقطعو. صافي دابا غنجيو لهنا لهاد الكبيله هادي. بالنسبه لهنا اخواتي غادي نديرو جوج خيوطه، ولكن غنبداو بالخيط الاول هنا، نجيو لهاد الجهه هادي غادي نشد هنا فهاد السنيسله نعاود نجي هنا، نحاولوا دائما نهزوا هاد السلسله كامله النص ديالها اللي في الجهه الاخرى نهزوه كامل غير باش ما تتقطعش لينا.
ملي غنبغي نرجع غادي نشوف الا كان كيفاش نضرب هاد الضربه. غنضربها كانت ضيقه نشد مباشره في الجهه الاخرى، نشد هنا في هاد السلسله الاخرى من هنا ملي غنكون راجعه غنهز هاد العوينه صافي. نشد هنا، هنا ما كاينش كيفاش نزيد عوينه، غنرجع مباشره في هاد العوينه للوسط صافي. ونجي لهنا لهاد السلسله هانتوما دابا غندير الزياده، نرجع في هاد العوينه نشد هنا في هاد السلسله هادي صافي. نرجع في هاد جوج عوينات غنشد في هاد السلسله هادي، ولكن ملي غنبغي نرجع غنشد في اللي فوقها وندير الزياده. هانتوما اخوات دابا ملي بغيت ندير الزياده درت هاد جوج شدات هنا باش ما تجينيش هذيك البلاصه اللي زدت منها بين هذيك الثقبه. شوفوا هاد البلاصه كانت ضيقه وزدت، شوفوا كي تتبقى بين هاد الثقبه بحال هنا ما كتبقاش باينه صافي. نرجع في هاد العوينات ونشد هنا بحال هنا غاديه مقاده ما نحتاجش ندير الزياده صافي. نشد هنا نرجع في هاد السطر نشد هنا، غنبغي نرجع نشد في هاد السلسله اللي فوقها باش ندير الزياده ونرجع مع السطر ندير من هنا الزياده. ضروري تزيدو من هنا، عندك وتغلطو تشدو هنا، الا شديتو هنا غتصدقو بحال زايدين جوج مرات. حنا بغينا غير زياده وحده كنزيدوها من هنا، وكنزيدوها بهاد الطريقه غير باش ما تبقاش لنا هاد الحاشيه هادي باينه خاويه في هادوك التقيبات صافي. ها نتوما اخواتي هاد الجهه خدمات، تقاد ليا هاد السطر مع هاد الخدمه. غادي نخدم هنا فهاد السلسله هادي كنمشي بالضربات حدا بعضياتهم صافي. نخلي هاد الخيط هنا وغنركب خيط اخر ونبدا هاد الجهه من هنا. نجي لهنا اخواتي كيف ما العاده كنبداو من هاد البلاصه اللي صغيره، نجي لهاد السلسله كيف هنا كيف هنا بحال بحال، نقدروا نشدو حتى هنا صافي. نهز هاد العوينه ديال الحرير ونجي لهاد الجهه ندير الزياده من هنا، ندير واحد العوينه صافي ونشد فهاد السلسله. دابا بقى هاد البلاصه ضيقه ما غنديرش الزياده، غنرجع غير في هادي. نتمنى اخواتي يكون واضح ليكم صافي. دابا ملي غنبغي نرجع غنشد هنا، ولكن غنشد في السلسله اللي فوقها وندير الزياده. ملي كنبغيو نديرو الزياده كنجيو لهنا ما كنشدوش هنا، كنجيو هنا ونديرو الزياده صافي. نجي لهنا هاد البلاصه اخواتي الا لاحظتوا راه غاديه مقاده، يعني ما غنحتاجوش نديرو فيها الزياده. حاولوا بحال هكا، كاين شي نوع ديال الحرير كيبقى هكا يتجمع، حاولوا تبرموه مزيان صافي. هنا ما غندير الزياده، غادي هاد البلاصه مقاده يعني ما نحتاجش ندير الزياده. تنديروا الزياده ملي كتكون مايله بحال هكا. نرجع في جوج عوينات نشد هنا في هاد السلسله ونعاود نجي فوقها ونشد. ملي نكون راجع ندير الزياده من هنا نفس الطريقه اخواتي كيف ما درنا هنا نديرو هنا. المهم الا صنا خاصنا نزيدو راه تنزيدو، صنا السطر مقاد مع الراند راه ما كنزيدوش.
هنا راني باقا كنزيد، ولكن ملي تبان ليا هاد البلايصه غادي مقاده راه ما غنبقاش نزيد. المهم هنا غنزيد دابا صافي ونرجع مع هاد السطر عادي. بحال هنا اخواتي صافي، بحال الراند غتولي كثيره على هاد المسافه هادي ما غنبقاش نزيد دابا، نرجع في العوينات عادي. بحال دابا هنا انا لقيت البلاصه مزاحمه، نقدر نخلي هاد السلسله ونجي لهنا عادي، المهم غير نمشي في نفس السطر وما نزيرش الخدمه. بحال هنا اخواتي غنقص واحد العوينه، بانت ليا هنا الراند بدات كتعراض بزاف، غنقص واحد العوينه بهذه الطريقه اللي وريت لكم من قبل صافي. وانا بقيت كنخدم حتى غنتقاد مع هذا السطر. هانتوما اخواتي غنجي لهنا ونخدم. صافي نجيب هاد الخيط هاكا اللي عندي ونخدم عليه ونمشي نكمل السطر، ونخليو هاد الخيط حتى اللي احتاجينا غنهزو ونخدمو به. هانتوما صافي ونكمل هاد السطر عادي. هنا راه باقا كندير الزياده، غنشد في هاد السلسله نعاود نشد في اللي فوقها، ملي نرجع ندير الزياده من هنا ونرجع مع هاد السطر كامل. نشد هنا في هاد السلسله صافي، وغنرجع في هاد العوينات حتى السطر الاخر ونقص. هانتوما اخواتي بالنسبه لهنا بغينا نخدمو هاد الشكيل هذا، غنجي لهنا لهاد السلسله نشد هنا ونعاود نشد في السلسله اللي فوقها، تنشوفو غير هاد البلاصه هادي كنعمروها صافي ونجي لهنا. بحال دابا هنا اللي كانت مزيره بلا ما نضرب هاد الضربه، بحال اللي غندير بحال اللي بغا نخيطها صافي، ونرجع هنا في هاد العوينه غنضرب هنايا ضربه، وفي هاد الجهه غادي غير ندخل هاكا الابره في هاد السنيسله ونرجع لهنا. المهم انا هذه هي الطريقه اللي درت، وبحال الا كانت البلاصه مضايقه يعني ما كاينش حتى فين نضربوا هذه الضربه، كنجيو غير بحال هكا غير كنخيطوا كنزديو ما بين هذه العوينات وهذه السلسله. اما هنا باقي هاد شويه اتساع فين غنضرب هذه الضربه، كنخدم هذه الضربه هنا وهنا غير كنهز بحال هكا السلسله ونعاود نخدم هنايا هاد الضربه ديال الراندا صافي. نرجع للسلسله نشد في هذه العوينه ونرجع لهنا بهاد الطريقه اخواتي. هانتوما تيجي الشكل مزيان وكيجي مقاد. نعاود نشد هنا في السلسله ونرجع للراندا نخدم عادي صافي. نزل دابا مع هاد السطر، بالنسبه لهاد الخيط راه ولا قصير، غنحبس به هنا ونهز الخيط الاخر ونكمل به.
صافي هاد الحرير عندنا مشدود من هاد الجهه اللي لتحت، غنجي لحدا هاد الضربه، المهم ما نخدمش فوقها باش ما تبانش ليا هاد الضربه غليظه، غنجي لعيلي حداها ونشد صافي ونكمل هاد السطر. غنبقى نخدم على هذاك الخيط واحد شويه، وملي بغي نقطعو ضروري جروه باش ما يكونش مجموع. صافي انا حيدت الخيط قطعته، نكمل هاد السطر كامل ونشد هنا في السلسله، وملي نكون راجعه غنقص واحد العوينه بهذه الطريقه، غنخلي هاد العين ونجي لهنا صافي ونكمل هاد السطر. هانتوما هنا اخواتي، غنشد هنا في هاد السلسله هادي ونرجع. صافي هاد الجهه هادي كملنا منها، ما نبقاوش نخدموا فيها. نرجع دابا مع هاد السطر، هنا ما غنقصش غنرجع عادي. هنا اخواتي غندير الزياده لحقاش هاد الشكل غادي لهاد الجهه هادي، غندير الزياده ونرجع مع هاد العوينات حتى السطر الاخر، عاد نجمع هاد الجهه هادي. هانتوما اخواتي هنا عندنا هاد الدخيله هادي، غير باش تجينا حتى في الخدمه ديال راندا داخله، غادي نقص عوينه، نخليو هاد العوينه نخدمو هنا باش يجينا الشكل بحال هكا داخل. صافي نرجع مع هاد السطر، بحال هاد الشكل اخواتي. راه كاين بزاف ديال الطرق كيفاش تخدموهم، غير هي تخدموهم بشي طريقه اللي تجي متقونه وتجي زوينه، يعني ما يجيش فيها الديفو. هانتوما بحال دابا هنا غنجي مع هاد السطر كامل، نخدم هنا نعاود نطلع في هاد العوينات حتى نوصل لهنا، وغنتراجع مع الشكل. ملي كنوصلوا لهنا اخواتي، ملي كيولي هنايا هاد البلاصه ضيقه، تنديروا بحال اللي كنخيطوا بحال هكا، شفتوا هاد البلاصه هادي. غنعاود نرجع نشد عاوتاني هنا في السلسله باش ما تجينيش هذيك الخياطه باينه في هاد الجهه، ونرجع لهاد العوينه هادي ونجيبها لعند السلسله. هانتوما بحال هكا شفتوا كيفاش كتجي مجموعه، ولكن دابا هنا عندي هاد الفراغ، غنرجع لهنا غنخدم هنا ونعاود نشد هنا، نعاود نخدم هنايا ضربه ديال راندا، نعاود نشد هنا صافي نخدم هنا هاد الضربه ديال راندا. دابا ملي تيولي عندنا هنا التيسع نخدم حتى هنا حتى في الجهه الاخرى. تحاولوا تهزوا هاد العوينه ديال السلسله كامله باش ما تقطعش ليكم، راه هزيتو غير شويه تخافوا تقطع. نرجع هنا هانتوما اخواتي شفتوا الشكل كيفاش تيجي. صافي دابا بالنسبه لهنا نعاود نشد هنا واحد الضربه صافي، ونزل لهاد العوينات هادو. دابا غنبدا طالعه ونقص صافي باش نكمل، اما هنا كان خاصنا نرجعو باش نجيو لهاد الجهه الاخرى. هادشي علاش ندير انا هاد الطريقه. صافي نرجعو هنا في هاد العوينات ونبداو نقصو، غنقصو من هاد الجهه، اما هاد الجهه راه بحال اللي غاديه مقاده. نشد هنا في هاد السلسله
نرجع هنا، واحد، جوج، ثلاثة، ونجي هنا بحال هاد السطر. باقي خاصني نخدم هنا في السلسلة ولا نشد هنا باش جينا في الحقيقة الخدمة متقونة، ما نبعدوش يعني، ما تجيش شي تقيب ولا شي حاجة. انا شي مرة كنخدم ولكن ملي كتبان ليا شي بلاصة جاني فيها شي فراغ ولا شي حاجة كنعاود نحل ونعاود، يعني عادي ان تحلو، غير هي الخدمة طلع مقادة. نجي لهنا نشد في هاد السلسلة هادي ونرجع، ولكن دابا غنقص صافي البلاصة بدات كضيق، غنشد في هاد ثلاثة العوينات ونشد في هاد السلسلة ونرجع غير في جوج بهاد الطريقة. المهم هاد الخيط غادي يكفاني، درت غير جوج قصار وراه خدمو هاد الكوالة كاملة. صافي نرجع هنا عاوتاني غنقص هاد المرة عوينة، نشد هنا في السلسلة ونرجع غير في وحدة حقاش البلاصة ضيقت بزاف. صافي نشد هنا في هاد السلسلة صافي، هنا غنرجع في هاد العوينة هي اللي بقات نشد فيها صافي، ونهز هنايا هاد السلسلة صافي. هانتوما اخواتي كملنا هاد البلاصة كاملة، غندخل دابا الخيط هنا في هاد السنيسلة، وبنفس الطريقة اخواتي غنعقد الخيط لتحت. هانتوما اخواتي انا كملت هاد الكويلة هادي بنفس الطريقة اخواتي، غتخدمو هاد الكويلات الاخرين. تنظن اخواتي الفيديو غيكون طويل، صافي غنوقف الفيديو هنا. انا ما كرهش ندير هاد الزواقه كامله في فيديو واحد، ولكن راه ما يمكنش يعني صعيب باش انا تصوريها كامله، لحقاش نتوما عارفه الراندا كتشد الوقت يعني تتاخد وقت طويل. المهم غيبقى لينا هاد الشكل هذا، انا كنظن غنكمل هاد الشيء اللي بقى في هاد الفيديو صافي ونساليو الزواقه. ولكن اخواتي كاين اخوات اللي يلاه باديات يعني كيبغيو الخدمه غير بشويه باش يفهموها، تنتمنى هاد الشيء يكون مفهوم اخواتي. باقي لنا جزء غنكملوا فيه ان شاء الله هاد الاشكال اللي بقاو. نتمنى اخواتي تشجعوني بالضغط على زر الاعجاب، ولا ما مشاركش في قناه تشارك، وحاولوا اخواتي تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان يعني ما تنقصوا حتى حاجه. وصافي تشيركين اخواتي، بالسلامه عليكم.